للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير الامني والعسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي. اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. في ظل الصراع السياسي الذي يشهده العراق، كيف ترى دور السلاح في تسويه هذا الصراع؟ نعم، مساء الخير وكل عام وانتم ومشاهديكم الكرام بألف خير. حياكم الله. نعم، بدايه اقول بانه اصبحت الان في العراق حقيقه قوه متعدده تحمل السلاح وتمارس السلطة، أي تمارس دور الدولة بشكل كامل بعد أن امتلكت السلطة وامتلكت السلاح وامتلكت القوة. وهذا طبعا خارج مؤسسات الدولة الرسمية التي تبنى عليها الدول كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وبالتالي نحن نتكلم الآن عن جيوش حقيقة متعددة لا تأتمر بإمرة الدولة، وإنما لها أجندة خارجية تقوم بتنفيذها سواء كانت في العراق أو في المنطقة. نحن نتكلم حقيقة بهذا الأسلوب لأنه ما يجري في العراق من أحداث تعطي الصورة المفزعة والفوضوية التي وصل إليها العراق بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. وما جاء من مهزلة في الانتخابات هو خير دليل على أن هذا البلد عندما تأتي بشلة من الفاسدين لكي يتربعوا على السلطة والمناصب يصل العراق إلى ما وصل إليه من انفلات أمني وانفلات سياسي واقتصادي في كل المجالات. نعم سيادة العقيدة، تقارير تؤكد بأن آلاف من الأطنان من متفجرات ميليشيا الحشد مخزنة بين الأحياء السكنية، هل كتب على المدنيين العراقيين أن يدفعوا ثمن سطوة الميليشيات؟ نعم أكيد، يعني عندما تنتشر في بغداد فقط أكثر من 60 مخزن للعتاد تابع للميليشيات وتكون خارج سلطة الدولة بلا حسيب ولا رقيب تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. التفجيرات التي حصلت هذا ليس الأول الذي حصل في مدينة الصدر، كان هناك تفجير في الثاني من أيلول سبتمبر عام 2016 في منطقة العبيدي تابع للعصائب، وهناك انفجار آخر لحزب الله كان في منطقة البياع قبل أكثر من عام أيضا. جميع هذه التفجيرات التي تحصل هو نتيجة انفلات السلاح خارج سلطة الدولة، وعندما يكون هناك انفلات في هذه القضية تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. هذه المخازن يجب أن تكون في مناطق معينة وتكون بشروط معينة وتكون بدرجة حرارة ويكون الخزن حسب أسلوب وحسب حسب مقاسات وحسب ترتيبات يعرفونها المختصين في هذا الجانب. لكن عندما تأتي إلى مادة مثل السيفور والصواريخ والتفخيخ وما ذلك وتكون في مناطق سكنية، اعتيادي جميع هذه المواد قابلة للتفجير وقابلة إذا ما كانت هناك سيطرة عليها وكانت هناك العبادي تحدث عن بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وهذه المخازن كما تفضلتم، ولكن هل يستطيع العبادي فعلا حصر هذه الأسلحة وهذه الأعتداء بيد الحكومة العراقية؟ طيب السؤال، لماذا لم يقوم العبادي طوال فترة رئاسته للوزراء الفترة الماضية بحصر السلاح بيد الدولة؟ ما الذي كان يمنع العبادي من أن يقوم بحصر هذا السلاح؟ أليس هو الذي خرج وقال هناك أكثر من 100 ميليشيا موجودة في بغداد وهذه الميليشيات منفلتة لا تنتمي إلى الحشد الشعبي أصلا الذي تم تشكيله في بعد عام 2014؟ لماذا لم يقم بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة طوال هذه الفترة؟ هذه التصريحات الإعلامية جميعهم يتحدثون بهذه اللغة، ولكن هم لا يعرفون جيدا بأنهم لا يستطيعون أن يحصروا السلاح بيد الدولة، لأن هذا السلاح أصبح بيد الميليشيات، والميليشيات الآن أصبحت هي كيانات داخل الدولة أقوى من الأجهزة الموجودة داخل الدولة ولا يمكن محاسبتها. التفجير الذي حصل في عام 2016 في منطقة العبيدي تم إغلاق التحقيق لأنه تابع إلى العصائب، والعصائب لا يسمح لأحد أن يقوم بالتحقيق في هذه المناطق، وكذلك ما جرى الآن حتى في 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 مدينة الصدر سيغلق هذا الملف ويطوى وينتهي الأمر. لن تكون هناك محاسبات لأنه جميع الأمور هي منفلتة، ليس السلاح فقط يعني. نعم العقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.